أعمدة أساسية زي مروان حمدي، أنا بتكلم عن الموسم اللي فات، مروان حمدي، عبد الكبير الوادي وآخرين رحلوا عن الفريق، والفريق كان باني عليهم كتير السنوات الماضية أو السنة اللي فاتت تحديدا، أتحدث عن السنة الماضية. هل سموحة ممكن يتأثر هذا الموسم برحيل مثلا مروان وعبد الكبير تحديدا؟ يعني شوف، أنا لما جيت لقيت مجموعة كبيرة جدا، نفس المشكلة كنت بعاني منها في طلائع الجيش، مجموعة جدا كبيرة من الإعارات، وده ما يدينيش ثبات فني. لو أنا ببني مشروع صح، لابد من الاستمرار على الاقل للاعيب معاك اللي انت بتشتغل معاه من اول الموسم، من السنه دي عاوزه يمتد معاك على الاقل 3 4 سنين عشان نكمل المشروع بشكل كويس جدا ونقدر نعمل ثبات فني. وده يمكن اللي انا ابتديت احط ايدي عليه بشكل كبير جدا. كل اللاعبين اللي انا يعني انتدبتهم هذا الموسم كلهم لهم امتداد عقدي على الاقل 2 سنين مع النادي، على الاقل ما كانش 3 سنوات، وده طبعا بيديك الثبات الفني اللي انت محتاجه كمدير فني. صحيح، كان احد الاسباب طبعا لما جيت مروان حمدي من اللعيبه اللي يعني ادت موسم جيد جدا مع نادي سموحه، لكن في الاخر راح لنادي الزمالك والزمالك استفاد منه ببيعه كبيره جدا، 23 مليون دخل لخزينه الزمالك 23 مليون. صح، الاستفاده الفنيه مفيش شك فادت نادي سموحه، لكن الاستفاده الماديه فاد بيها نادي الزمالك، وده اللي احنا بنعمله بنحاول نعوضه بشكل كبير جدا.